بالمبلغ 10 مليون دولار تذهب لإخواننا اللي قاعد يعانون واللي يحتاجون يا جماعة في هذا الفصل. أمنية طفلة سورية لما سألوها ما هي أمنيتك قالت أتمنى خير. بكل بساطة عزيزي المشاهد الفكرة كالآن، سوينا مكعب زجاجي حطيت الستوب الخاص بي داخل، لحظة البث راح أحط رجلي وأدخل المكعب هذا وما راح أطلع منه إلين نجمع المبلغ 10 مليون دولار.